السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متشبعينا الكرام، كنتمنى من الله كل شيء يكون بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. مباشرة من دوار الصهد المسيرة جوج، كما كتشوفوا معنا الجريدة برا داكشي معتبر، وهنا غادي ندخلوا معاكم البراكة اللي صراحة واحد البراكة اللي كبيرة، براكة اللي صراحة فيها بزاف ديال الحويجات باش كتميز على براك اخرين. غندخلوا عند خويا كمال. خويا كمال من ابناء مدينه تمارة. السلام عليكم خويا كمال. خونا كمال من الناس ديال مدينه تمارة، من الناس ديال دوار الصاد. خونا كمال عنده واحد الرساله اللي بغى يوصلها اليوم، وكما كتشوفوا راه جامع حويجاته بحاله بحال كاع الناس، كيستعد هو باش يشد الرحال لمدينه الصخيرات. ماشي ضد عمليه الهدم، ماشي ضد يعني انه القضاء على دور الصفيح، ولكن خونا كمال عنده رساله، عنده ميساج بغى يوصله. خويا كمال شنو المشكل اللي كاين خويا كمال؟ السلام عليكم ورحمه الله خويا، شكرا اخويا على الاستضافه، وشكرا على هذا المجال اللي جيتي عندنا، وشكرا على تكبرتي بينا خويا وجيتي لي عند وليداتي. تنشكرك بزاف، الله يوفقك ويوفق الجميع. خويا ايوب، انا عندي المشكل ديالي وهو مشكل كبير. خويا ايوب، انا 10 سنين وانا كاري، كنت ساكن في دوار سوق جديد، ساكن في الزنقه 12، دار فيها شي 27 عام. ومن تزوجت اخويا ايوب مشيت كريت، من كريت سلفت وتكلفت، خديت واحد 8 المليون، قلت نشري بريريكا بلا ما نطلع نمشي للسوق ولا هادي، راه ما عنديش باش نخلص الطريطات ديالها باش ما تباعش الريبه. الله غالب، جي شريت هاد البريريكا دابا مور كورونا، هاهي دابا دايز فيها واحد العامين، عندي وليد وبنيه مطايفه اليوم، المهم تجيب ميمي ديالك عايش بيخا. دابا خو ايوب مين جا سادة القائد قال خطري، قلت ليه نعم سيدي واخا، جمعت حويجاتي جمعت مسائلي، هانت هما مشيت نقلب على الكرا خويا، مشيت تامسنا قال 32000، مشيت عين عاود مشيتي حتى لتمسنا كتقلب على الكرا، وفي تمارة تاني نواصل الكرا 42000، ما بقاش الكرا، مشيت ندور الشركة هي اللي باقا فيها، داير واحد خونا هاد البانو داير فيه النمرة، قلت ليه شحال هادي تصور لي في التليفون، قال لي 44. جيت بحال هاتي المدام دابا تقول لي يوميا يلاه نحيدوش، نقول لها انا بلاتي بلاتي، جا صاد القايد قال لي كمال واش باقي ما ريبتيش، قلت لها راه باقي ما قاش الكرا. وانت اخويا ايوب العيش راه تدابز عليا، عندنا كري راسها كنت غندير فيها بقوله في هاد الشهر ديال الغفران، وجبت وليداتي ميمي ما على بالنا بوالو، شويه قال لك غطريبو. المهم حنا راه ماشي ضد الفرياب ولا ضد شي حاجه، المهم خوك راه متقل كريدي وما عندناش باش نكريو ياك اخويا ايوب، يعني كان كان غادي يحيدوك ويديروا معاك شي تضامن بحال هكا، يقول لك انت السوق يعني المطالب ديال خويا كمال هو انهم يديروا شي تسهيلات. يرحمك الوالدين، عاد يحطوا في لابورتومون ديالك ويقول لك انت من اليوم انت ساكن بلا ما تخرج تكري، تبع هاد الطريطه وخلصنا بشويه بشويه، وانت انا راه بخير، راه بخير، انا ما ضد لا حكومه ما ضد لا ماليك لا والو، الله ينصر سيدنا والله ينصر الحكومه وبخير. عندي وليداتي بغيت نقريو مع خويا، وليداتك عندك وليدات كدا، عندي وليد وبنيه هو تيقرا في المدرسه، الله يصلحهم ليك اخويا كمال. اخويا انا قرات انا خرج لي بحال حكيمي، ولا خرج لي انا شي نجم انا عالمي اخويا، وتندابز عليهم انت لا بليا لا والو اخويا، غادي نصلاتنا تنطلبوا ربي سهل علينا باش وليداتنا نشوفهم بخير. ولكن اخو ايوب الدقه ديال هاد السكنه حاجه اخو، قلت لك هاد العام اللي سكنت يعني دابا عاد 11 مليون، وانت يلاه يلاه حط فلوس اخو ايوب، يلاه حط فلوس ومسلف، وقسما برب العزه اخو ايوب تمقصح. واما دابا تخرج تشكري كي دير، دابا فين تخرج تشكري؟ كانت عندك 1000 درهم مخبيه تقولها انت اشترى غنزيد نوفر، واما نوفر هذيك 1000 درهم قلت ندير واحد الطاجين ديال البقوله، غنحيد الكراوسه ديال الكيران نحط فيها البقوله، نخرج بها للشارع ونجيب هذيك 80 درهم وندوزو بها للشهر الغفران. ساعة دابا ديك 80000 درهم احنا دابا دخلنا فيها خويا ايوب، قسما بالله ما عندنا باش نكريو. علاش قلت لك انا كان الدولة دير لنا حق في السكن، تهزك وتقول لك هاك سير تكون اخويا كمال وتباع الطريطة على الراس وعيني، ولكن اخويا ايوب راه ما لقيناش كرا قسما بالله، وقال لك غدا سيفيني. كنشوفوا دوار الصاد دابا خويا كمال تقريبا وصل واحد 70 80% ديال الترياب، يعني هذا المشكل ديال الكرا شويه تلف الناس. انا اللي بقيت في الزنقه اخويا ايوب قسما بالله، هما بداو من الزنقه واحد، انا دابا في الزنقه 8 في الزنقه 12 كلشي مشى قسما بالله. تبقى غدا قال لك هذا القايد خويا كمال غدا خاصك تريب، وانا راه بغى الريبه خويا ايوب، ولا راه ما لقيتش السكنه. يعني كنشوفوا لا ريبتي، ربما نشوفوا خونا كمال هو وليداته في الجرده هنايا حاصل ما قلنا بحال تشوف فيها، وانا تنبغي وليداتي راه ما فيا ما نقول المدام سيري لداركم ونهز الساكن خويا. وعلى ذكر اخويا الكلمه اللي قلتي اخويا كمال، لقينا اسر اللي صيفطوا عيالاتهم لديورهم وقعوا مشاكل، وهذا انت ما مفرطش في وليداتك. لا ما مفرط فيهم،
باش ندير زلاج بالصحه باقي حيت باش بغيت نفرط في ولادي بلا ما تقول لي شكون ولا انا ما تنطلب ما والو تنطلب غير السكنه انا مكتفي الحمد لله تنمشي نجيب يعني المطالب ديال خويا كمال الاخوان هو التسهيلات في الاداء يدخل الشقه ديالو الواجب غيأديه الا ما اداش الواجب يدهم طويله ديك الساعه قانونيا المسائل الفيديو شاهد لي انا يديهم طويله كما قلت خايب انا غير سكنه في ابارتمون غير يبوا لي يحطوني يخسيوني دابا ويديروا معايا نخلص 500 درهم ولا 700 درهم ودار على شهري ونقري وليداتي ويعيش وليداتي بخير علاش بلادنا زوينه بلادنا نقيه بلا نفاق بلا والو انا بغيت نعيش من الناس اللي عايشين نقيين علاش خويا ايوب علاش 100 درهم ديالي تندوز بها نهاري 100 درهم تجيب لوليداتي راه تيقاو واكلين شاربين اخويا ايوب ولكن الدرسه هي ديال السكن اخويا ايوب السكن اللي مدمرني اخويا ايوب راه ما تنعسو ما تنشوفو اخويا ايوب وقسما بالله حتى في الجامع حتى مالك خشوع باش تصلي تبقى يدور لك هذاك الفيديو ديال السكن السكن قسما برب العزه اخويا يعني بنادم راس غايب قسما برب العزه مول في سيدي رمضان تلبس فوقيه ديالك تمشي تصلي وتدعي لربك يا ربي تجاوز على والدينا ويا ربي ترحم والدينا وقسما بالله تقول في الجامع الراس مبلوكي سكينه 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 قسما بالله اللي قال لك عطيهم حقهم في السكن انا ما ضد والو انا باغي نعيش اخويا بغيت نشوف والدي شي نقيين هذه رسالة من عند خويا كمال السلطات المحلية كاين الناس اللي مسك عليهم الله واصلين الله يسهل عليهم والله يزيدهم من فضله خويا كمال شاب يلاه بادي حياته وداير وليداته فالمطلب ديالو ماشي تعجيزي وهذه رسالة للسلطات المحلية بحال هاد الشباب اللي باغي بلادو ويزيد القدام وهذا فالطلب بسيط الاخوان تسهيلات في الاداء الا كان شي اجراءات اللي دار مع هاد ولد الخير هذا صراحة راه من خلال الكلام ديالو راه كيبان انسان طيب انسان كيبغي بلادو بوليداتو مسالم هذا هو اللي كاين الاخوان فصراحه راه البراكه اللي كنهضروا عليها الاخوان كتخرج الدراوش كتخرج الطبيب والمحامي والاستاذ كتخرج اباء الله يعمرها دار بغى يعيش وليداتو في احسن صوره ما عاش فيها هو بغى يشوف وليداتو في احسن صوره فهذه رساله للسلطات المحليه سير خويا كمال هلا هذيك احسن صوره قسما بالله خويا ايوب انا راه عايش 27 عام خالتي لا با لا مول وعايش اخويا دوزنا مع الناس والبليه والمشاكل حيدنا كلشي اخويا ايوب علاش حيت درنا وليدات بغيتو نعيشو نقيين ما بغاش والدي تبلى ليا مع والو اصاحبي الله يفرج عليك انا قسما بالله دار في 27 عام فكما شفتوا معنا متتبعينا الكرام وحنا كنتواجدوا في دوار الصاد فالمطالب يعني مطالب مشروعه مطالب تسهيل تسهيلات تسهيل في الاجراءات الماليه فنتمنوا من الله الخير والتيسير للجميع وكنشوفوا شباب يعني اللي باغي الخير باغي طموح يعني باغي يوصل شي حوايج اللي زوينين كيتمنى ان يشوف الامور كلها تكون زوينه فالله يسخر الجميع يا ربي والله يصاوب لكل شيء ان شاء الله الى هنا متتبعينا الكرام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.